تاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا على خير وبخير وتشاهدوا هذا الفيديو ان شاء الله في صحه جيده. اليوم ان شاء الله غادي نفصل معكم واحد الكسوه، كسوه بالثوب ديال الدال. يمكن لها الدار حتى بالثوب الكريب ولا بالثوب ديال، المهم ديال الصيف، حيت دابا راه بدا يسخن الحال. هذا الربيع، فصل الربيع راه كيكون شويه الحال سخون، وحتى الدار راه ما كيكون شويه سخون. المهم هذه مولاتو بغات هاد الكسيوه في الدان، غادي نفصلها معاكم باش تشوفوا الطريقه. الا بغيتوا تطبقوها على اي ثوب راه يمكن لكم تطبقوها، ماشي ضروري يكون هاد الثوب هذا. هنايا عندي هاد الكسيوه، غتكون عندها القطعه في الحزام. غنجيب الثوب ديالي هو هذا، غادي نديرو هكا على جوج. غادي نولي نطوي هاد الجهه هادي اللي مسدوده لعندي. حيت في الامام هنا غتكون عنده سنيسله من الحزام الفوق، غتكون بالسنسله ولا السحاب. صافي على هاد الشكل. غادي نجي نحط الكتاف ديالي، عندي في الكتاف 40، غادي نقسموها على جوج، ندير 20، نزيد سنتيم ديال الخياطة، غنهبط 3 سنتيم هنا، الدورة ديال العنق غادي ندير فيها 7 باش ما تجينيش محلولة بزاف، غتجيني مجموعة. صافي، وغادي نسال هاد النقطة هادي. طول الحزام عندي 44، غادي ندير خط مستقيم. غادي نهبط هنايا 21، قبل ثاني شان غنجي نشوف واش عندي 21، راه عندي 21. غادي ندير خط الصدر، عندي 27، 27 زيد سنتيم ديال الخياطة، نسير هاد النقطة هادي، هاد الخط هذا لهنا. البطن عندي ندير 24، نجيب البيسطولي وغادي نصل من هاد النقطة هادي. غادي نجيبها غنصل من هاد النقطة هادي لهاد النقطة. هنايا غادي نقطع واحد سنتيم ونص باش ما يجينوش الجناب طايحين. صافي، وغادي نصيل هاد سنتيم ونص، غادي نصيلو لهنا المنتصف على هاد الشكل. هنايا غادي نهبط 8، وغادي نجيب البيسطولي وغادي ندور هكا على هاد الشكل. ربعطاش، وندخل جوج سنتيم. من هنا غادي نحيد جوج سنتيم، صافي هذا هو الامام ديالي. غادي نعبر هنايا شحال عندي في التركيز، 25،
هنا داك الطرف اللي بقالي انا طويته هنايا على جوج، هذه هي الحاشيه ديالو، الطول ديالو طويته هكا على جوج كما كتشوفوا، وغادي نحطو هكايا. من هنا غادي نفصل الصايه ديالي حيت تكون فيها الخياطه غير في الجناب، والوسط غتكون مسدوده من هنا في الوسط ما يكون فيها حتى شي حاجه. هنا غندير فيها في الايفازي، ندير فيها 46، هنا في الدورة ديال الحزام عندي 25، غنحط هنا 25 هي هادي، وغادي نحاول هنا في الوسط نهبط بواحد السنتيم باش تجيني بحال لي كلوش شوية، تجي فيها داك التقويصه. الطول ديال الكسوه كامله غادي يكون عندي فيها 106، غادي نحيد داك 44 نحيدها، غادي نقصها هنايا، ها هي هنايا هذه هي 106، غادي نزيد 3 سنتيم ديال لوغلي، جوج سنتيمات بقى لي من هنا ديال الخياطه غنديرها هنايا في البارما من التحت، وسنتيم راه ناخده هنايا. غندير واحد الخط، غنهبط من هنايا 14، وغنحط الدورة ديال الحوض ديالي، الحوض عندي فيه 29، ونزيد سنتيم ديال الخياطة هيا. هذه هي الصاية ديالنا، غادي نجي هنا باش تجيني دايرة، غنجي لهنا عندي هنا 70، وغادي نضرب داك 70 ديالي، غادي نشد دائما نخلي هذا في الوسط هنايا ونشد عليه، على هاد الشكل باش تجيني الصايه دايره ما تجيش هابط، هاد القنت هابط تجيني دايره بحال الشكل ديال الكلوش. صافي هذه هي الصايه ديالنا، دابا غادي نقطعوها. غادي نعلم هنايا، هذا هو المنتصف ديالها باش ملي نجي نخيطو يكون باين لي. صافي هذه هي الصاية ديالي كتجي على هذا الشكل، هاد الطرف هذا اللي شاطلي كان على هذا الشكل، هاد الطرف هذا اللي هنا هو اللي غنخرج منه الكمام. عندها في الكمامة 57، غندير لها هنايا 60، نهبطو هنايا 13، عندي 25 في التركيز، راس الكم وندير فيه 13 حيت بغاتو يجي مجموع شويه، 13 بالخياطه بكلشي باش غادي يبقى لي فيه 12 هكا. الدراع عندي 19، نزيد سنتيم ديال الخياطه هنايا، غنحيد داك السنتيم اللي بقى لي هنايا.
وهاد المسافة هادي اللي عندي هنايا راه كنقسمها على جوج هكا، كنولي نقسمها على ثلاثة، هنا هادي على جوج وهادي على جوج، هنا كنخرج سنتيم وهنا كندخل سنتيم، صافي كندي غير بيديا هكايا. هذا الكمام ديالي غادي نحلهم هكا، وغادي نعلم هاد الجهه اللي غتكون عندي من جهه الامام، وغادي نقص منها واحد السنتيم هكا، كنجي لهنا كنخرج زيرو. ضروري الرومي نقصوا منه هاد السنتيم هذا، انا كنحيدو لا من الرومي ولا من البلدي باش كتجيني زوينه اللبسه، كتجيش مخنشه في جهه التركيز من الامام. دابا غادي نفصل الحزام، غندير فيه واحد 4 سنتيم هكايا، دا الحزام ديالي. غنفصل داك السجفات ديال الرقبة، غادي نجيب هاد ديال نجيبهم بجوج ديال الخلف وديال الامام، وغادي نفصل عليهم السجفات باش غادي نفيني بهم الدوره ديال العنق ديالي، وغندير لهاش ما غنديرلوش الكول ولا شي حاجه، غنديرو غير داير. هنا غادي نجيب هاد ديال الامام وغنحطها هكايا، ندخل هنا واحد 7 سنتيم وندور ونهبط هنايا واحد 10 صافي، ونسير هذا الخط هذا مع هذا على هذا الشكل. هذه ديال الامام، ونجيب ديال الخلف، ديال الخلف خصو يكون من هنا مسدود ماشي بحال ديال الامام، وغادي نجيب هكايا غادي نطوي على جوج، نقاد الكتاف ونحطها كما كتشوفوا هنايا يكونوا عندي متقادين، وغادي ندخل هنايا عاود 7 ديال السنتيم بحال ديال الامام هكا، نمشي مع الخط نيشان هنايا، وغادي نجي ندور هنايا عاود مع الدوره ديال الرقبه ديالي، ونهبط هنايا نهبط هنايا 10 ولا 9 شحال ما بغيت، وندير هاد دايره. هذا ديال الخلف صافي، هادو السجفات ديال الخلف وديال الامام. دابا غنفصل الجياب، هنا راه دايرهم على 4 باش نفصل 4 د القطع في خطره، غندير هنايا في العرض ندير 20، وغادي نجيبهم هكا دايرين على حساب اليد على حساب الحشيه ديال اليد هكايا. شوف على هذا الشكل هذا باش كيجيو هابطين لتحت، زيد نقدهم. صافي هادو هما الجياب ديالي، هادو غيكونوا في الجنب في الجنب ديال الصايه، وصافي هادي هي الكسيوه ديالنا. نتمنى اللي عجبو الفيديو ما ينساش يخلي لنا جيم ويشارك في القناه، اللي مازال ما شاركش في القناه يشارك ويبارطاجيها مع العائله والاصدقاء،
والسلام عليكم ورحمة الله.